بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في شرح مفتاح الوصول للتلمساني رحمه الله إلى المسألة الخامسة من مسائل الأمر، وهي مسألة فرض الكفاية. فمن المعلوم أن الفرض في الشرع ينقسم إلى قسمين باعتبار فاعله، فهو ينقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي. فالعيني هو الذي يطلب من كل شخص مكلف غير معذور أن يفعله، ومصلحته تتعلق بكل مكلف فهي متعلقة بفاعله. والفرض الثاني هو الفرض الكفائي، أي الذي يكفي أن يقع، ولا يقصد فعل كل مكلف له، من المستحيل أن يفعله كل مكلف، وإنما يفعله بعض المكلفين دون بعض، وهو الفرض الكفائي الذي هو مهم الوقوع، المهم أن يقع لا أن يفعله كل أحد، فالمهم فيه هو فعله. والفرض العيني من المعلوم أن المكلف به هو كل من بلغ قادرا على فعله في وقته وتحقق له السبب، فهذا هو فرض العين. أما فرض الكفاية فقد اختلف في المكلف به الذي يجب عليه من هو، فقيل يجب في البداية على جميع المكلفين، وفي النهاية إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين، سقط الوجوب عن الباقين بعد أن كان واجبا عليهم. ودليل هؤلاء أنهم إن تركوه جميعا أثموا جميعا، ولا يتعلق الإثم ببعضهم دون بعض. والقول الثاني أنه يختص وجوبه بمن يفعله، وهو في علم الله سبحانه وتعالى متعين، وعندنا مبهم غير متعين. فمن علم الله أنه سيفعله فهو الذي أوجبه عليه، ويثاب بثواب جميع المكلفين. ولذلك قال بعض أهل العلم هو أفضل من فرض العين، لأن ثوابه أكبر وأعظم. وقال آخرون بل فرض العين أكثر منه ثوابا، لأنه تكليف شخصي لكل فرد. وقد نظم ذلك جلال الدين السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، فقال فرض الكفاية مهم يقصد، ونظر عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني ونجله يبطل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور. والقول بالبعض هو المنصور، فقيل مبهم، وقيل عينا، وقيل من قام به ووهنا، وبالشروع به الأصح يلزم، ومثله سنتها تنقسم. قال التلمساني رحمه الله المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء، أي هل يتعلق الوجوب ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين. فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، أي بجميع المكلفين. ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وقد ذكرنا أن منهم من يرى أنه يتعلق ببعض معين في علم الله، وهو من سيفعله. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب، فالعقاب لا يترتب إلا على ترك واجب، ولو كان واجبا على بعضهم فكيف يعاقب غيره، غير من وجب عليه. وهذه المسألة ينبني عليها الخلاف في مسائل، فلذلك قال ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل، وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. إذا عدم أهل مدينة أو قرية الماء فلم يجدوا ما يؤدون به طهارتهم، فإنه يجوز لهم التيمم حينئذ للفرائض، ولا يجوز لهم للنوافل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى
إنما ذكر هذه الرخصة في التيمم لأداء الفرض، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، في قوله فلم تجدوا ماء هل ذلك قيد لمن كان على سفر وهو المظنة أنه لن يجد الماء، أما المقيم الحاضر الصحيح فإن الأصل أنه يكون واجدا للماء، لأن أي مكان لا ماء فيه لا يصلح للاستقرار والتقري والبناء، فإذا فقد فيه الماء لعارض فإما أن نعمم هذا العذر فنقيس المقيم على المسافر، والمسافر رخصته هي السفر وهي العلة الواضحة في إباحة رخص السفر لأنها وصف ظاهر منضبط، والمقيم هنا علة استباحته للتيمم هي عدم الماء، وهذه تبيح للمسافر التيمم ولم ينص على ذلك في الحاضر فوقع فيها الخلاف. فمذهب الجمهور جواز التيمم للحاضر الصحيح لأداء الفرائض، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي، ورأى الحنفية أنه لا يجوز ذلك، واستثنى المالكية صلاة الجمعة على المشهور، فقد رأوا أنها بمثابة الفروض الكفائية من هذه الناحية، ولذلك لم يروا جواز استباحتها للحاضر الصحيح بالتيمم، لأنهم يرون أن الجمعة لا يمكن أن تكون إلا في مكان يصلح لاستقرار الناس، واستقرار الناس لا يصلح في مكان لا ماء فيه. ورأى ابن رشد الحفيد أن سبب اختلافهم احتمال عود الضمير في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء على الأصناف السابقة، على أصناف المحدثين وهم إما الحاضرون والمسافرون أو المسافرون فقط، قال: من رآه عائدا على جميع الأصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين، ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء، لأن الله ذكر المرض وهذا لا إشكال فيه في الحضر ولا في السفر فلم يقيد بالسفر، وذكر عدم الماء فقيده بالسفر لأنه قال: وإن كنتم مرضى فأطلق، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وهذه النواقض سواء كان الناقض أكبر كملامسة النساء أو أصغر كالغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلذلك قال: إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة، أي الفرائض العينية كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل. هذا هو المشهور عند المالكية، أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للنوافل كالسنن والمندوبات، وفي تيممه لجنازة خلاف. صلاة الجنازة لا خلاف في أنها فرض كفاية إلا عند القائلين بأنها ليست فرضا أصلا، وفيها خلاف هل هي فرض كفائي أو هي سنة مؤكدة، وهذا محل خلاف بين العلماء، فالذين يرون أنها فرض لا يختلفون أنها كفائية، فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب
لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل، لأن فرض الكفاية إذا قام به الغير أصبح كالنافلة. وعلى هذا فإن تيمم الحاضر الصحيح للصلاة على الجنازة إذا مات ميت في حاضرة وقد وجد منهم من وجد ماء وتوضأ وفقد الآخرون الماء ولم يجدوا ما يتوضأون به وهم أصحاء، فالقول الأول أنه يجوز لهم أن يتيمموا للجنازة، وذلك أنها لم يصلى عليها بعد، والخطاب ما زال موجها للجميع، فكلهم مكلفون بأداء الصلاة عليها، وإذا كان ذلك عينيا فإنهم يتيممون لها، لأن الفرائض العينية لا خلاف في التيمم لها، وبذلك يتيممون ويصلون على الجنازة. والقول الثاني أنها فرض كفاية ابتداء، أنها من الابتداء لم تفرض على الجميع، وإنما فرضت على بعضهم، وهم في هذه الصورة المتوضئون القادرون على ذلك وحدهم دون من سواهم، فمن عدم الماء لا يدخل في أصل الوجوب، ولذلك لا يكون هذا الفرض عينيا فلا يتيمم لها. فالحاضر الصحيح إنما يتيمم لصلاة الجنازة إن تعينت عليه، هذا لا إشكال فيه إذا تعينت عليه عند المالكية، ويباح عند الجمهور لخوف فوات الصلاة، لأن الأجر يحصل ولأن الخطاب موجه للجميع. وبه قال الأحناف وأشهر الروايتين عن الحنابلة وهو قول ابن عباس واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للرواية الثانية عن أحمد التي لا تجيز للحاضر الصحيح التيمم لها، وهو قول المالكية أيضا. فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. ثم قال المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها؟ أو يقتضي واحدا لا بعينه. إذا جاء الأمر مبهما، وهذا التقسيم الثاني للواجب، فقد ذكرنا أن الأصوليين يقسمون الواجب باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق، وباعتبار ذاته إلى معين ومبهم. المبهم هذا يسمى المخير، لأنه أبهم فخير فيه المكلف بين خصال يختار منها ما شاء، فيكون ما اختاره واجبا عليه، وذلك كخصال الكفارة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الكفارات المخيرة وقد سبق بيانها، فقال كفارته هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فخير بين هذه الخصال الثلاثة، وهكذا في الكفارات المخيرة كالفدية التي قال فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك في جزاء الصيد قال فيه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قد ذكرنا أن المالكية رأوا أن كفارة الصيام أيضا مخيرة، فإن التخيير في الأصل مناف للوجوب، فالوجوب منافي، الوجوب معناه أن الشيء قد سقط ووجب، سقط ولازم محله الذي سقط عليه، فالمكلف شغلت ذمته بهذا الواجب وتعين عليه. أما التخيير فإنه مقتض للإباحة، لأن المخير فيه من التكاليف هو مباح، ولكن بما أن التخيير هنا محدود بعدد محدد وليس تخييرا بين الفعل والترك، اختلف عن المباح، فهو الواجب
المبهم أو الواجب المخير. قال: قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولان: القول الأول أنه أمر بواحد معين في علم الله، والقول الثاني أنه أمر بجميعها ثم بعد ذلك يسقط بفعل واحد منها. ومثاله خصال الكفارة، وهي الإطعام والكسوة والعتق، وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمن بهما أو لا. فابن القاسم أي عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك، وهو إمام أهل مصر، وهو الذي روى عنه أسد بن البرات المدونة ثم رواها عنه ورتبها سحنون، وهو عمدة المذهب، يرى أنها لا تصح. وأشهب وهو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، وهو من أشهر أصحاب مالك من المصريين ومن تلامذة ابن وهب، وقد تولى رئاسة الفقه في مصر بعد وفاة ابن القاسم، يرى أنها تصح. فهنا المسألة هي أن العبد والمسافر معذوران في أصل وجوب الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: امرأة وعبدا وصبيا ومريضا. والمسافر لم يرد نصه في استثنائه، ولكنه عقد الإجماع على عدم وجوب الجمعة على المسافر. فحينئذ اختلف في إمامة هؤلاء بالجمعة، فالذين يرون أنهم إنما يفعلون الجمعة بدلا عن الظهر، وأن الواجب مخير هنا بين أن يصلوا الظهر وأن يصلوا الجمعة، وهم على الخيار، فإذا اختاروا أن يصلوا الجمعة فإنها بالأصل لم تكن واجبة عليهم، ولكنها تجزئ عن الواجب، وحينئذ لا تصح إمامتهم. والذين يرون أن الجمعة هي أنهم بالأصل وجب عليهم الأمران، وجبت عليهم الظهر والجمعة، فأي واحد من الصلاتين فعلوا أي واحد من الصلاتين فعلوا أجزأت عن الأخرى، فلو صلوا ظهرا لأجزأت إجماعا، ولو صلوا الجمعة لأجزأت إجماعا. فلذلك اختلف في هذه المسألة على القولين اللذين ذكرا. ثم قول ثالث، وهو أنها تصح للعبد والمسافر استخلافا لا ابتداء، فلأنه إذا أحرم خلف الإمام في الجمعة فقد أصبحت الجمعة واجبة متعينة عليه، لأنه لا يحل له إبطالها ولا قطعها، فيجب عليه إتمامها، فأصبحت فرض عين في حقه، فلذلك يمكن الاقتداء به فيها إذا كان مؤتما. إذا استخلفه الإمام كان مؤتما فاستخلفه الإمام لعارض، فيتصح الجمعة خلفه إذا كان خلفا عن الإمام. وهذه الأقوال في المذهب المالكي: القول الأول أنها لا تصح مطلقا لا ابتداء ولا استخلافا، هذا مذهب ابن القاسم. القول الثاني أنها تصح ابتداء واستخلافا، وهذا مذهب أشهب. والقول الثالث أنها تصح استخلافا لا ابتداء، وهذا مذهب ابن المعشور. وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا. أما مذهب الجمهور فصحة ذلك صحة الجمعة وراء المسافرين والمملوكين من الرجال. فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. فابن القاسم اعتمد على أن الواجب في الأصل واحد، فهو غير متعين، فإما أن تكون يكون الواجب على الشخص الجمعة، أو أن يكون الواجب عليه الظهر، وهو الذي يختار بين الصلاتين، فلذلك إذا اختار
صلاة الجمعة فإنها تجزئ عن الظهر، ويكون بذلك الواجب المتعين عليه في الأصل غيرها، ولكنها هي تجزئ عن ذلك. ومذهب أشهب أن الوجوب متعلق بالصلاتين معا، فأيتهما فعل فهي التي تسقط بها الأخرى. ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير متمعين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينها. فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عين عليه، التي هي فرض عليه أي على المقيم الحر، كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. عند المالكية يرون أن الصلاة صلاة الإمام مشتركة مع صلاة المأموم في النية، فلا يصح اقتداء متنفل بمفترض. والعكس صحيح، يصح اقتداء المتنفل بالمفترض. فإذا كان الإمام صبيا مثلا، فلا تصح صلاة الفرض وراءه عند المالكية. وكذلك إذا كان قد أدى الصلاة من قبل وأراد إعادتها لفضل الجماعة، فإنه لا يعيدها إلا مأموما، وقد سبق أن ذكرنا قول خليل: مفوضا مأموما. والشافعية والحنابلة يرون جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فيرون أن المتنفل إذا أحرم بالفرض فإنه يجوز أن يقتدي به غيره، لأن كلا على نيته، فهذا ينوي فرضا وهذا ينوي نفلا. ولذلك يرون عدم الترابط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، ويستدلون لذلك بحديث عمرو بن سلمة أنهم كانوا في الطريق بين مكة والمدينة، فكان هو يستقبل الركبان فيسألهم عما نزل من القرآن فيحفظه وهو طفل صغير، فكان أحفظ قومه، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، فوجدوه أقرأهم، كان صبيا قبل البلوغ، فكان هو الذي يصلي بهم. فقالت امرأة من نسائنا: غطوا عنا سوءة إمامكم فاشتروا لي ثوبا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب. فكان يؤمه وهو طفل. وكذلك حديث معاذ أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يأتي إلى مسجد قباء فيؤمه في صلاة العشاء. ووجه قولي أشهب أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من الأشياء يقتضي وجوب الجميع، فإنه يجب عليه الظهر والجمعة، فإذا صلى إذا اختار أية واحدة من الصلاتين أجزأت عن الأخرى. والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم بذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا، أنه لم يترك إلا واجبا واحدا، فلذلك لا يعاقب إلا عقوبة واحدة. وإذا فات الوقت لم يجب عليه أن يقضي الظهر والجمعة، بل إنما يجب عليه أن يقضي صلاة واحدة. لا عقوبة من ترك واجبات متعددة إجماع، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها، بل يجب عليه واحد غير متعين في ذلك. ثم قال: المسألة السابعة في الأمر بالشيء، هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ الإجزاء هو من توابع الخطاب التكليفي، والخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين: إلى خطاب وضعي وخطاب تكليفي. فالخطاب
الوضعي ينقسم إلى قسمين، إلى مستقل وتابع. فالمستقل هو السبب والعلة والشرط والمانع، والتابع هو الرخصة والعزيمة والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة. ويتعلق بها قضية الإجزاء، فالإجزاء إذا يتعلق فقط بالواجبات بالمأمور به، أما الصحة والفساد فيتعلقان بالعقود والعبادات، والإجزاء مختص بالعبادات ولا يدخل في العقود. لا يقال نكاح مجزئ أو بيع مجزئ أو إجارة مجزئة، فالإجزاء مختص بالعبادات. بخلاف الصحة، فالصحة تشمل العقد والتعبد. قال: اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف في ذلك قولان. إذا جاء الخطاب فأدى المكلف ما أمر به فجاء بالمأمور به على وجهه الصحيح، فقد حصل الاتفاق على أن الإتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح يقتضي تحقق الإجزاء، وهو لأنه امتثل الأمر. ولكن قد لا يسقط عنه القضاء، ذلك هو محل النزاع، هل يسقط عنه القضاء بذلك أم لا. وهذا معنى انقطاع التكليف. انقطاع التكليف معناه سقوط القضاء، ولا يلزم أي أنه يمكن أن يجب عليه القضاء، بل يجوز دوام التكليف في ذلك، يجوز أي عقلا دوام التكليف في التكليف، فيمكن أن يطلب منه القضاء بعد ذلك. في ذلك قولان، الواقع فيه أكثر من ذلك، لكن هذه القولان هما أهم ما قيل في ذلك. فما عليه جمهور الأصوليين والفقهاء أن الإتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح يقتضي سقوط القضاء، وهذا خالف فيه قاضي عبد الجبار من المعتزلة، وكذلك أبو هاشم وأتباعهما، بأنه لا يستلزم القضاء، بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل آخر. وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء وعليها فروعا كثيرة. هذه المسألة وهي هل أداء الفعل أو الامتثال يقتضي الإجزاء وإسقاط القضاء أم لا؟ فإن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء وعليها فروعا، فهي مبنية على اختلاف الأصوليين في معنى الصحة في العبادات. والصحيح في تفسير الصحة في العبادات عند الجمهور أنها ما أجزاء وأسقط القضاء معا، والمتكلمون يطلقون ذلك على موافقة الأمر، وإن لم يسقط القضاء فيقولون هذه العبادة صحيحة أي وافقت الأمر فامتثلها المكلف، ولكن قد لا يسقط عنه القضاء. وهذا القول أعم من قول الفقهاء أن تكون بحسب الظن أو بحسب الواقع، وعليه فكل صحة هي موافقة الأمر أي الامتثال للأمر، وليس كل موافقة للأمر صحة عندهم، لأنه قد يكون امتثل الأمر في الظاهر ولكن لم يسقط عنه الخطاب بسبب أمر سينكشف فيما بعد. والمسقط للقضاء إنما هو الموافقة الواقعية للأمر. وهذه الفروع
الكثيرة ذكر منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم ويشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ هذه مسألة من هذه المسائل، هي أن من عدم الماء والتراب معا فلم يجد ماء ولا متيمما يتيمم به كالمربوط في شجرة أو المسجون في داخل غرفة ليس فيها حجر ولا تراب، أو المسافر في الطائرة في الجو ونحو ذلك. فإن كان عاجزا عن الوصول إلى الماء كالمربوط والمسافر في الطائرة الذي لا يجد ماء ولا تيمما وحيل بينه وبين الوصول إلى الماء، أو المسجون الذي أغلقت عليه غرفة ولا يجد ماء ولا ترابا، فقد اختلف في حكم صلاته. فالمشهور في مذهب مالك أنها تسقط عنه أداء وقضاء، والروية أنها يسقط عنه أداؤها ولكن يجب عليه قضاؤها، وروية عكس ذلك أنه يجب عليه أداؤها ويسقط عنه قضاؤها، وقيل يؤدي ويقضي معا يجمع بين الأداء والقضاء. وهذه الأقوال هي التي نظمها أحد فقهائنا فقال: ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. ثم ذكر تعليل ذلك فقال: أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط، أنه لم يتحقق له الشرط، وهذا الشرط شرط للوجوب وليس شرطا للأداء فقط. أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط وشرط أداء عند من بعد أوجب، الذين يرون أنه يجب عليه القضاء يرون أنه لا يجب عليه الأداء لأن شرط الأداء لم يتحقق، ولكن إذا تحقق له الشرط بعد ذلك لزمه القضاء، لأن هذا ليس شرطا في الوجوب كالتكليف والطهارة من الدمين مثلا دم الحيض والنفاس. وشرط وجوب عند من بعد أوجب ويحتاط باقيهم، الذي يصلي يقول يؤدي ويقضي فإنما يحتاط. ومن قال إنه لأصبغ شرط دون عذر قد أغرب، فرد عليه أحدهم فقال: هو الحق لا إغراب فيه ولم تراف عنه أبو بكر أبان وأعرب، ذكره أبو بكر العربية عن أصبغ. وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا، القابسي رأى أن المربوطة في شجرة أو المصلوبة إذا كان يرى الأرض فإنه يجب عليه أن يومئ بوجهه وكفيه إلى الأرض كأنه يضرب ويتيمم بذلك، كالمومئ في الصلاة كالراكب الذي لا يستطيع السجود فإنه يومئ للسجود، والذي لا يستطيع الركوع يومئ للركوع، فكذلك هذا يومئ للطهارة. وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. وقد أضاف جدي الشيخ محمد علي استحسانا من عند نفسه فقال: وإيماؤه للماء أولى لأنه يرى الكل معدوما فصيره هباء، إذا كان فوق نهر أو بحر فإنه يومئ للماء كأنه يغترف منه ويغسل يديه ويغسل وجهه يديه المرفقين ويمسح برأسه ورجليه كأنه يأخذ الماء، لأن هذا من الإيماء كالذي يومئ للركوع ويومئ للسجود في صلاته. قال: أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه التراب، هنا المقصود به الصعيد مطلقا، والصعيد الذي يتيمم به من شرطه في القرآن أن يكون طاهرا، لأن الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب مختلف فيه، فقيل المقصود به الطاهر وقيل المقصود به المنبت، فالأرض تطهر بالجفاف عند أبي حنيفة. الحنفية يرون أن الأرض لا يشترط لطهارتها أن يصيبها الماء، بمجرد أن يجف عنها النجس فلا يبقى لونه ولا ريحه فإنها تطهر بذلك. والجمهور يرون أنها لا تطهر إلا بماء كالمطري وصب الماء عليها. و الذين يرون أن الطيبة هنا
بمعنى الطاهر، يرون أن التراب الذي يتيمم عليه، الصعيد الذي يتيمم عليه بشرطه الطهارة. والطائفة الأخرى يرون أن المقصود بالطيب المنبت، وذلك أن الله قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فجعلوا الصعيد بمثابة البلد. والبلد لا شك أنه أعم من الصعيد، لكن هذا من القياس، فقالوا إذا كان البلد الطيب هو المنبت فالصعيد أيضا يحمل على ذلك، فيكون المقصود بالصعيد الطيب المنبت. فما لا ينبت كالسبخة، سبخة الملح، وكالحجارة الصلدة التي لا يخرج منها النبات، لا يتيمم عليه عند الحنابلة والشافعية، عند الشافعية والحنابلة. ولهم أيضا وجه آخر وهو ملمح آخر، وهو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هنا عند الجمهور هي الابتدائي، أي أن ضربتها أولا تكون على الصعيد ثم يمسح بها الوجه والكفان. وعند الحنابلة والشافعية أن من هنا تبعيضية، أنا امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه، فيرون أنه لا بد أن يكون مما يلتصق بالأرض بعضه، أن يكون له غبار يبقى بالأرض باليد حتى يمسح به الإنسان وجهه وكفيه. وهؤلاء الذين يقولون إنه لا بد أن يكون ذا غبار يستدلون بحق النبي صلى الله عليه وسلم الجدار بعصاه حتى ثار غباره. والذين لا يرون اشتراط ذلك يرون الاستدلال بحديث النفض أنه نفض كفيه، فلو كان المقصود أن يبقى فيهما شيء من التربة لما نفضهما. والقائلون بأن الصعيد هو جميع ما صعد على الأرض من أجزائها، وأن الطيب معناه الطاهر، يرون إباحة التيمم على الرخام وعلى الرحى. واختلف هل يشترط في الرحى أن تنكسر، لأنها إذا كانت تعمل فهي أداة ووسيلة وليست تابعة للصعيد. وأيضا يرى الحنفية أن النبات الذي ينبت على الأرض إذا كان طاهرا فهو من الصعيد، لأنه إن كل ما خرج من الأرض فهو صعيد في قول أبي حنيفة رحمه الله. والجمهور يرون أن النبات لا يتيمم عليه مطلقا. ثم إذا صلى، فإذا صلى عادم الماء والتراب فصلى بدون طهارة، هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ إذا قلنا إن الواجب عليه متعين هنا، وهو أنه أدى الصلاة على ما أمر به، فهو مأمور أن يؤدي الصلاة وقد أداها في الوقت على ما حسب ما أمر به، فحينئذ هي مجزئة ولا يلزمه أن يقضيها بعد ذلك. وإذا قلنا إن الصحة لا تقتضي إجزاء، فهو امتثل الأمر ولكن مع ذلك بقي في ذمته الإجزاء إذا وجد ماء أو ترابا. فابن القاسم أي عبد الرحمن بن القاسم العتقي يأمره بقضائها فيلزمه بالقضاء، وأشهب لا يأمره بذلك لأنه قد امتثل الأمر بصلاته في الوقت بدون تيمم ولا وضوء. وقد وافق مطرف وابن الماجشون شايخ أهل المدينة من أصحاب مالك رأي ابن القاسم، ووافق سحنون وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي، وافق قول الشهب وهو قول الشافعي القديم وقول المزني من أصحاب الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد أيضا. وقول الشافعي في الجديد موافق لقول ابن القاسم، وكذلك إحدى الروايتين عن أحمد.
لأنه يرى، لأن الشبع يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة ففعل ما أمر به، فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا، فستر العورة ستر المغلظة مختلف فيه، وقيل هو واجب شرط في صحة الصلاة، وقيل واجب غير شرط، وقيل سنة، وقيل مندوب، وكذلك الخلاف في طهارة الخبث وطهارة الثوب والبدن والمكان، فقيل هي واجبة شرطا، وقيل واجبة غير شرط، وقيل سنة، وقيل مندوبة. وهذا الخلاف هو الذي نظمه الإعلام محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه مع الكفاف كفاف المبتدي، فقال ستر المغلظة في الصلاة أربعة الأقوال فيه تاتي: هل واجب مشترط أو واجب لم يشترط أو سنة أو يندب. وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث، والشرط اكتفي، أي اتبع الشرط هو الراجح. فإذا لم يجد ثوبا يستر به عورته فصلى عريانا في الوقت، ثم وجد ما يستر به بعد ذلك، فمذهب القاسم أنه تجب عليه الإعادة، ومذهب أشهب أنه لا تلزمه الإعادة. وذكرنا الخلاف في المذهبين الشافعي والحنبلي تبعا لذلك. وكذلك من التبست عليه القبلة فكان في صحراء من الأرض والسماء مغيمة فلا يرى الشمس ولا القمر ولا الكواكب، فلم يدري جهة القبلة فالتبست عليه، أو سافر بالطائرة فوصل إلى مكان لا يعلم فيه جهة القبلة ولا يستطيع الوصول إلى ذلك لا بجهاز ولا باستشارة ولا باتصال، فاختار جهة معينة وصلى إليها، وهذا الواجب عليه. ثم بعد ذلك تبين له أن جهة القبلة على غير الجهة التي كان يصلي عليها، فهل يلزمه القضاء أم لا؟ قال: وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة، ثم تبين أن القبلة غيرها، فحينئذ بناء على أن الإجزاء ليس مترتبا على الامتثال فيجب عليه القضاء، وإذا قلنا إن الإجزاء مترتب على الامتثال لا يلزمه القضاء. وأمثال ذلك أي مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، فهم يرون أن التكليف ينقطع بمجرد الامتثال، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة. فمدلول الأمر أصلا إما أن يكون فيه زيادة على الامتثال أو لا يكون فيه زيادة. فإذا كان ليس مأمورا إلا بما أتى به، فإن المكلف حينئذ أتى بما أمر به، ذلك قال: فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به. وإن كان الآمر، الفرض هنا معناه تقدير الذي نقدره، أنه أتى بكل ما أمر به. وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فإنه قد أتى بما أمر به وانتهى الأمر، فحينئذ صح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.
ثم قال: المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الوقت الفعلي المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ إذا وقت الفعل بوقت معين ولم يفعله المكلف فيه، فهل يقتضي ذلك الأمر السابق أن يقضيه خارج الوقت أو أن القضاء يكون بأمر جديد؟ هذه المسألة فيها خلافنا أيضا بين الأصوليين، هل القضاء بالأمر الأول أو هو بأمر جديد؟ قال: أعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء، وإن لم يرد لم يجب. في ذلك قولان للأصوليين. ذهب جمهور الحنفية والحنابلة وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري إلى القول بأن المأمور به لا يسقط بفوات الوقت ولا يحتاج في القضاء إلى أمر ثاني. وذهب المالكية وجمهور المعتزلة وكذلك المحققون من الشافعية كالغزالي والجويني والشيرازي وكذلك بعض المحققين من الحنابلة كأبي الخطاب والمجد بن تيمية وغيرهم إلى القول بأن قضاء الفوائت لا يجب إلا بأمر شديد. والقرافي رحمه الله يجعل هذه المسألة مبنية على قاعدتين. الأولى هي أن الأمر المركب أمر بأجزائه كالأمر بالصلاة المعينة في زمنها المؤقت لها، فإن هذا الأمر يقتضي من جهة الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة ومن جهة أخرى إيقاعها في الوقت، وهو أمر مركب. وفي حالة العجز عن أداء أحد جزئي المركب وهو خصوص الوقت فإن الجزء الآخر يظل باقيا لا يسقط، وقد أمر المكلف بأداء الصلاة ثم أمر أن يكون ذلك الأداء في الوقت، فقد ذهب الوقت فسقط الأمر الآخر وبقي الأمر الأول وبقية الصلاة في ذمته، فإن الجزء الآخر يظل باقيا وله أن يوقعه في أي وقت شاء، بل يتعين عليه أن يبادر إلى ذلك متى ما ذكره، وسيأتينا الحديث بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها. والثانية وهي أن الأمر قاعدة الثانية التي بنى عليها القرافي هذه المسألة وهي أن الأمر بالفعل في زمن مؤقت لا يترتب إلا على مصلحة خاصة بذلك الوقت ترجيحا له من بين سائر الأوقات. الشارع لما حدد أوقاتا معينة للصلاة دل ذلك على أن هذا الوقت فيه مصلحة معينة علمها الله وجهلناها، فرتب الله على زوال الشمس 4 ركعات في الحضر واثنتين في السفر، وعلى دلوكها 4 في الحضر واثنتين في السفر، وعلى غروبها 3 في الحضر والسفر، وعلى غروب شفقها 4 في الحضر واثنتين في السفر، وعلى طلوع فجرها 2 في الحضر والسفر. والله يعلم أن هذه الأوقات بالخصوص فيها مصلحة للمكلف في أداء هذا العدد من الركعات فيها، ولذلك قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعليه فمن رأى القاعدة الأولى ولاحظها جعل القضاء بالأمر الأول، ومن لاحظ القاعدة الثانية جعل القضاء بأمر جديد. والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول بل إنما يجب بأمر جديد. جمهور منهم أي من الأصوليين يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول وإنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، فإذا لم يجلس يوم الخميس فلا يجب عليه أن يجلس يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. وهذا يظهر في ارتباطه بالسبب دون العلة، والسبب الأمر الذي علق الشارع به إيقاع الفعل، ولم تظهر لنا علة ارتباطه به، لم يظهر لنا وجه ارتباطه به
عدد الركعات بالنسبة لأوقات الصلاة وكارتباط الصلوات بالأوقات، هذا سبب لا علة. أما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي رتب الشارع عليه حكما وعلمنا وجه ترتبه عليه، كقطع اليمين بالنسبة للسرقة وكالإسكار بالنسبة للخمر، فإن العلة واضحة للمكلفين مفهومة. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا أي في المذهب المالكي فيمن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه؟ فإن الوجوب في الأصل تعلق بذلك اليوم معينا، وذلك اليوم قدر الله أنه لم يصمه، فحينئذ يكون حانثا فيلزمه كفارة النذر وهي من كفارة اليمين، أو تكون ذمته مشغولة بصيام يوم لا بقيد ذلك اليوم الذي مضى، بل يصوم يوما آخر فيلزمه قضاؤه. فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معناه فأفطر فعليه صيام عدة أيام، عدة ما أفطر من أيام أخرى من غير رمضان. ونظير هذا أيضا قضية نشرنا إليها في الدرس الماضي، وهي قضية قضاء المرأة للصيام دون الصلاة، فإن المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان فإنها يجب عليها قضاء الصيام دون الصلاة. وفي حديث عائشة أنهن كن يحضن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن يؤمرن بقضاء الصيام ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. وعلى هذا إن كان القضاء بأمر جديد، القائلون بأن القضاء بأمر جديد لا يرون أيضا قضاء الصيام لأنه مثل الصلاة عندهم، والذين يرون أن القضاء بالأمر الأول يرون وجوب القضاء لأن الذمة قد عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، وإنما خففت الصلاة لأنها متكررة تكررا كثيرا، فإذا حاضت المرأة مثلا أسبوعا أو 6 أيام أو 8 أيام، فلو فرضنا عليها قضاء ذلك في كل شهر لكان ذلك تضييقا عليها، بينما رمضان شهر واحد في السنة وتحيض فيه المرأة مثلا 3 أيام أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 في علم الله، فتقضي تلك الأيام من أيام أخرى. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يجب عليه القضاء لوجوب الأمر الأول، لوجود الأمر الأول، فالأمر الأول موجود وما زال مترتبا في ذمته. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء أم لا. من ترك صلاة عمدا فيما مضى من حياته فقد اختلف أصلا هل يكفر بذلك أم لا، فذهب أحمد، هذا مذهب الحنابلة، ذهب إليه أيضا عبد الملك بن حبيب وهو من أئمة المالكية أو مؤلف الواضحة، أن ترك الصلاة كفر، وأنه ليس ترك شيء من العمل يكفر صاحبه غير الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والجمهور يرون أن الكفر هنا كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة، وإنما هو في التغليظ والمعاقبة بمثابة الكفر. فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وأن كل من ترك صلاة فقد ترتب عليه قضاؤها في ذمته فيقضيها، ولو كانت قضاء 20 سنة أو 30 سنة لم يصلي فيها فيقضيها جميعا لأنها ترتبت على ذمته.
وهو كان مأمورا بالصلاة في ذلك الوقت كله. وابن حبيب من أصحابنا، عبد الملك بن حبيب من أصحابنا، يرى أنه لا قضاء عليه، لكن وجه ذلك لديه أنه كفر، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناسي لما وجب ذلك عليه. والذي عليه جمهور المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة هو لزوم قضاء فائتة العمد مع إثم تاركها، إلا ما ذكرنا من أن الحنابلة يكفرون بذلك. وذهب داود الظاهري وأتباعه وبعض الحنابلة والمالكية إلى عدم قضاء فائتة العمد مع تأثيم تاركها، وهي رواية شاذة عن مالك، وقد ذكرنا أنها مذهب عبد الملك بن حبيب، قال بها ابن حبيب. وهذا اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. وقد سبق لنا الإشارة إلى حديث المسيء في صلاته، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلى ركعتين لا يقيم فيهما صلبه، فقال: ارجع صلي فإنك لم تصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون ذلك صلاة، ومع ذلك لم يأمره بقضاء شيء مما مضى، مع أنه قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فلم يأمره بالقضاء. فإما أن يكون قد عذره بالجهل، وإما أن يكون الأمر في البداية إنما كان يفعل شيئا، فمن فعل شيئا من الفرض لم يلزمه قضاؤه. وهذا السؤال يكثر تردده في أسئلة الشباب والفتيات، فإن كثيرا منهم في بداية صيامه وصلاته، بداية بلوغه، يفرط في الصيام والصلاة فيؤديها بالتيمم وهو قادر على الوضوء مثلا، أو لا يقيم فيها صلبه، أو لا يقرأ فيها، أو لا يأتي بها على هيئتها الشرعية. وإذا كانوا لم يتركوها فإنهم لا يلزمهم القضاء بدلالة حديث المسيء في صلاته، لكن إذا تركوها فإن الذين يرون أن القضاء لا يلزم أن يكون بأمر جديد بل بالأمر القديم يوجبون عليهم القضاء، فيلزم أن يحتاطوا حينئذ، والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، فيعدون الصلوات منذ بلوغهم ويقضون ما فرطوا فيه من الصلوات. نقف إذن عند المسألة التاسعة من مسائل الأمر، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.